يا سيد، موضوع جدا مهم الله يرضى لي عليك. طيب طيب ابدا ابدا عشان البث ما عندي وقت. يا سلام استريحوا بس. طيب يا حبايبنا الله يرضى لي عليكم، اخونا ماجد استريحوا كلكم كل واحد في مكانه، مو مشكله. ساير تعال تعال بالله تعال بالله تعال. وين الحارثي؟ ها موجود عنده موضوع. بسم الله. تفضل. هلا حبيبنا ماجد. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. زيدوا النبي صلاه. اول شيء نحمد ربي على الامن والامان اللي احنا فيه، عرفتوا؟ اللهم لك الحمد، احنا نعيش في امن لا يعلم به الا الله، وعندنا الجنود البواسل الله يحفظهم ويطول في اعمارهم. جالسين يحاربون وجالسين يحمون على اساس نعيش بامن وسلام. فيه بيقول لكم ابراهيم على الشيء المهم. ابراهيم مين؟ ابراهيم عبد الرحمن. تفضل. نبغى كل واحد منكم سلم سلم يا بعد كم الوطن ما تحت. الوطن يا شباب مهما قدمنا له لانه في حق. انا اشهد. وجنودنا البواسل كلكم تعلمون هم الان يحاربون على الحد، ومنهم من استشهد ومنهم باقي، ونسال الله سبحانه وتعالى ينصرهم. ابغى بس من كل شخص كلمه لجنودنا البواسل في اقل من 30 ثانيه يهديها لهم، وبعدها بنشوف مقطع على الشاشه. اسلم حبيبي. كلمه في اقل من 30 ثانيه. دعوه اي شيء لجنودنا البواسل. لجنود البواسل لانهم يحتاجون الدعاء ويستاهلون منا الثناء، لانهم جالسين يحمونا وحنا في امن وامان. اللهم لك الحمد. اقول الله ينصرهم والله يثبتهم، وحنا معاكم قلبا وقالبا، واقل شيء اقل ما اقدمه لهم الدعاء في بيت. سريع بس. شباب شلوا معي خلاص. يلا سريع بس. من دون نجران وحدود سعودية لبه يا الموت ما دام العمر فاني، لبه يا الموت ما دام العمر فاني. من دون نجران وحدود سعودية لبه يا الموت ما دام العمر فاني، لبه يا الموت ما دام العمر فاني. اخوانا بالحد فيه، اخو وابن عم واخ وخال وعم كلهم في حد الجنوبي. نسال الله ان الله ينصرهم ويسدد رميهم ويردهم الى اهاليهم سالمين غانمين. ناصر كلمه فقلت والله ما نقدر نوصف شكرنا بكلمه او شيء، يحتاجون الى اكثر من كلمه. الله يعطيهم العافيه والله ينصرهم ان شاء الله ويطول باعمارهم ويحفظ وطننا. الله ينصرهم وحنا معكم قلبا وقالبا. حبيبنا الصقري يقول الله يوفقهم جميعا ويحفظهم قوات التحالف جميعا ويردهم لاهلهم وعيالهم جميعا بسلامة. امين يا رب. حبيبي محمد الله ينصرهم عمي هناك على الحد وكلهم اخواني. وطني في سؤال بس وتحدى فيه جميع الاوطان واهل الارض كلهم. اللهم لك الحمد. ان كان يوجد افضل من بلدي في السؤال هذا، اذا حد يقدر يجاوبه غير حنا يا سعوديين انا اتحدى فيه. اللهم لك حنا ما بطل الوحي ومهد الرساله. اذا احد بيلبسنا مثل هذه انا والله انه له اللي يبي من الدنيا كلها. جزاك الله. الله ينصرهم ان شاء الله. الله يديمها من حكام. طبعا الله ينصرهم هذا اول شيء، ويسدد خطاهم ويسدد رميهم. اقول مثل ما قال الملك فهد الله يرحمه ان شاء الله تروح الجنه. اما تروح الكويت السعوديه مع بعض ولا تبقى مع بعض. حبيب الغالي انا اقول والسعودي سيف في كف سلمان. يا اخويا حبيت ابو قروس ثب قلبك والله صادق. راحت 30 ثانيه طبعا هيك مقطع مقطع يلا. والسعودي سيف في كف سلمان ما يخون العهد ويخون داره، والسعودي هو ذرى كل الاوطان في سماء الامجاد تلقى شعاره. طيب يا شباب يا كنترول بس شغلنا المقطع الله يسعدك. روح بنكمل. السلام عليكم، تحيه اولا الى كل من يتابع قناه بدايه. اليوم انا في داخل اليمن مع الابطال الرجال اللي قاعدين يدافعون عن ديرتنا. اللي احب اقول ان الرجال هذول يستحقون اكثر من كلمه ابطال بعد الشيء اللي شفته. انتم مؤمنون على ديرتنا في كل مواقع التواصل، كل بما عنده يدافع عن وطنه، وان شاء الله انكم كفو قدها. اي والله الله يردك بالسلامه يا راجع حق اخوانك. امين يا رب. والله عشان نعطي المجال للباقين بس. هيثم الله يسعدك. الله يوفقهم يا رب وسدد رميهم يا رب. امين امين رايد الله يسعدك. وعندي بيت اسلم. سلمت سلمت يا رايد. اقول اهل الجنود اهل الوطن الله ينصرهم على عدوانهم. امين. فهد ابعد حايل اعلم من عداهم. اخواني ما خلوا شيء بيضروا وجيهم جميع، لكن في كلمه حلوه. اسلم. وطن لا نحميه لا نستحقه. الله اكبر. سلطان الله يسعدك. كلمة في أقل من 30 ثانية.
يبقى الوطن شامخا عاليا باذن الله. باذن الله. الله الله يوفقهم وينصرهم ان شاء الله. ما قال هذول هم حماة الوطن وموفقين ان شاء الله. امين. خلاص بس. الله يسلمك. انت تقول كلمه بس مو بوقتها. ما في شيء اغلى من الروح، هم قدموا الروح ودمائهم الطاهره. الله ينصرهم ويثبت اقدامهم. امين. الله يسلمك. امين. الله ابراهيم 30 ثانيه. يلا لا مو دق للجميع. يلا ابراهيم. يقول اللي ما في خير لهاله ما في خير لوطنه. نعم. فاذا انت يوم تحمي اهلك فاكيد تحمي وطنك. فاقول الله ينصرهم ان شاء الله جنود البواسل. اقل شيء اقل شيء نقدمه لهم هو الدعاء لهم. الله عليك. بندر كلمه اقولها الله يوفقهم يسدد خطاهم. انا جالس وولدت كله في السعوديه فاقول كلمه واعيدها مره ثانيه واقول اذا اليمن دمي فالسعوديه عمري. الله الله. كلمة توجهها لجنود الواصل في أقل من 30 ثانية. طبعا أول شيء خلص ها خلص لا لا كمل كمل يا مرحبا. كلمة توجهها لجنود الواصل. أول شيء أحب أقول الله يرحم أخوي وبعد راسي عبد الله عبد الرحمن الحشاني استشهد بحد الجنود. الله يرحمه ان شاء الله. الله يرحمه. هو كان خوي وكان اخو بالنسبه لي، كنت مثل اخوي الكبير. فاحب اقول الجنود الله يسدد رميكم ويوفقكم ان شاء الله وينصركم. امين. سايق كلمه توجهها لجنود البواسل. اول شيء انا اوجه الكلمه والكلمه يعني قليله في حقهم. اتمنى اني اكون احد المشاركين في الحد الجنوبي أنا وجميع أسرتي من إخوان كلهم وعيال عم. لأن وجودنا في هالمكان الله يعزك وجودنا بهالمكان شرف والله ثم والله أني أتمنى وجودي هناك. والله يوفقهم. والله إن شاء الله ينصرنا. وينصرنا على من عدانا. على من عدانا ويدنا بيدكم ولا الأمان. وحنا إن شاء الله معكم في خير ولا في شر. بيض الله وجيه. بدر نقول الله يسدد رميهم ووفقهم إن شاء الله وينصرهم. امين امين يا رب. نعم. الان بس نبغى نسمع من الكنترول. حبيبي كنترول نبغى نسمع بس من الكنترول بس دقيقه يا كنترول. سعود يا دار خروره هايتك منصوره في كل معموره لك موقف مشهود انت في بلد همرت وزياده وسردت والحزم بالضفرات يا ام البره مردود امجد حكامك خلفك وقدامك وان كثر خصامك ابو فهد موجود ابو فهد موجود سلمان من قده بحزمه في حده سود ذخر سود يا سيدي قدام قدامي المقدام في خدمة الإسلام حنا وراك جنود اقطع علاقاتك واعلن سياساتك حنا بهقواتك نارد على القرهود أنت زعيم الكون وأنت العطا والعون ومحمد الدندون جنبك شبيه العود نايبك فيها الخير وافعول التغيير يا اسمك هبوب النور هكتم يا ابو سلمان حنا على الميدان لك بعهونك شفا رقابنا وعهود رقابنا وعهود حنا السعوديين على العهد باقين ما دامنا حيين حبل الثقه ممدود ما همنا الاعداء لو والذهب يصدى حب الملك مبدا والدار ورث جدود والعز والنوم اسلاحك عود بعود املوك
الزوجة وفعول من سمى ما مثلكم والله في نصرة المضهود من ساس مبداكم والعرب تنصاكم وش عادل أولاكم يندل من مفقود كان فيه عروش جيت ودارت باش على أحمر الطربوش وسلالة النمرود وسلالة النمرود يا روس فقر روس وقنقرة والروس تاريخكم مدروس والعالمين شهود الشرق الأوسط نار وانتم له استقرار يا أهل السطر والكروال أجرب المجرود حطم توال الهب والبهرج الكذاب وخطط الأحزاب وأهل القلوب السود يا قادة الأمة في ذمتي ذمه لكم على القمة ولا عليكم زود ولا عليكم زود سلمان من قدة بحزمه جدة والجيش في حده سود ذخر سود يا سيدي قدام قدامي المقدام في خدمة الإسلام حنا وراك جنود حتى الهنادي حات ما عاد فيه حياة لا العز ولا مجاد يا دولة السعود يا دار خنورة رايتك منصورة في كل معمورة لك موقف مشهود أنت في بلد هامات وسياده سادات والحزم بالضفرات يا أم البرا مردود أمجد حكامك خلفك وقدامك وين كثرة وخصامك أبو فهد موجود أبو فهد موجود سلمان من قده بحزمه جده والجيش في حده سود ذخر سود يا سيدي قدام قدامي المقدام في خدمة الإسلام حنا وراك جنود اقطع علاقاتك واعلن سياساتك حنا بهقواتك نارد على القرهود أنت زعيم الكون وأنت العطا والعون ومحمد الدندون جنبك شبيه العود لا يبكي فيها الخير وفعولك كفه غير في رحلة التغيير يا اسمك هبوب النون هاقدم يا ابو سلمان حنا على الميدان لك بعهونك شرف ارقابنا وعهود ارقابنا وعهود حنا السعوديين على العهد باقين ما دامنا حيين حبل الثقه ممدود ما همنا الاعداء لو والذهب يصدى حب الملك مبدا والدار ورث جدود وانتم قيادتنا حامل رايتنا حامل رؤيتنا بالسيف والبارود من طول اياديكم طارت اقاويكم ما احد يضاهيكم على الكرم والجود على الكرم والجود انتم ملاذ الناس لا من لحق الباس والعز والنوماس لا حك عود بعود املوك عز وجاه وفعول لمسمه ما مثلكم والله في نصرة المضهود من ساس مبداكم والعرب تنصاكم وش عاد لولاكم يندل من مفقود كان فيه عروش جيت ودارت باش على احمر الطربوش وسلالة النمرود وسلالة النمرود يا روس فقر روس وقنقرة والروس تاريخكم مدروس والعالمين شهود الشرق الأوسط نار وانتم له استقرار يا أهل السطر والكروال أجرب المجرود حطم توال الهب والبهرج الكذاب وخطط الأحزاب وأهل القلوب السود يا قادة الأمة في ذمتي ذمه لكم على القمة ولا عليكم زود ولا عليكم زود صح صح بيض الله بيض الله
يا مبل 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 يا هلا انت وكصاح يا اخوي والله يجيبكم مع الطهب انا جاي الله يا لبق ارحب ارحب استاهل استاهل الطيف ناجح ناجح بقول استاهل الطيف لبق روحك يا والمحبة غيتا وغلا وتادا في حياتك نرسم بحلى عبارة في حياتك نرسم بحلى عبارة كل يوم نعيش والفرح لقاكم في حياتك جينا والشوق يضوينا والليالي نورها تصعد معاكم في حياتك واقعك منا وفينا حياتك 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 في حياتك حلمنا نشر السعادة والنجاح يدوم والعليا شعارة والمحبة غيتا وغلا وتادا في حياتك نرسمها بحلى عبارة في حياتك نرسمها بحلى عبارة هذا البرنامج برعاية